لكم يا صحابي عاملين ايه؟ انا صاحبتكم كرمينة اللي بحكي لكم القصص الجميلة خالص من الكتاب المقدس، ومعايا صاحبتي توتة اللي كلكم عارفينها. ودلوقتي توتة جابت صاحبتها كراميلا. توتة كانت بتحكي لها قصص جميلة خالص من قصص، وكانت كراميلا قالت لها خديني معاك، انا عايزة اسمع قصص. تعالوا بقى نتكلم معاه. ازيك يا توت، عامله ايه؟ انا كويسه يا كوكي، انت عامله ايه؟ انا كويس. تعالي بقى اما نكلم كراميلا. ازيك يا كراميلا، عامله ايه؟ ازيك يا كوكي، انت عامله ايه؟ انا مبسوطه منك قوي يا كوكي. وانا كمان، بس ليه مبسوطه مني؟ علشان توته بتقولي ان انت بتحكي حكايات حلوة قوي من الكتاب المقدس، وبتقولي لها معلومات جميلة خالص بتستفاد منها، فانا استأذنت منها علشان اجي واتعلم منك واستفاد زي توتة وابقى شطرة زيها. انت شاطره خالص يا كراميلا اللي انت جيتي، وانا مبسوطه منك اللي انت بتسمعي الحكايات من توته وبتتبسطي منها. كويس انت شاطره قوي يا توته انك بتسمعي اصحابك القصص. انا بحب لما اروح البيت احكي لصاحبتي كراميلا عشان هي قاعده معايا على طول، بحكي لها القصص الجميله اللي انت بتحكيها لي. وانا عشان كده مبسوطة منك خالص. طب ايه رأيكم بقى نخش على الدرس بتاع المرة دي؟ الدرس بتاع المرة دي بقى جميل خالص. يلا بسرعة يلا بسرعة، انا متحمسة قوي. وانت يا كراميلا متحمسة ولا لا؟ ايوة يا توتة وايوة يا كوكي، متحمسة قوي، عايز اسمع الكلام الجميل اللي من الكتاب المقدس، عشان انا بحب الكتاب المقدس وبحب القصص الجميلة اللي فيه، بستفاد منها حاجات كتير قوي. ماشي يا كراميلا، يلا بينا نحكي بقى قصة النهاردة. عارفين مين القديس بتاعنا اللي هنحكي قصته النهاردة؟ لا مش عارفين، قولي لنا انت يا كوكي. انت عارفة يا كراميلا؟ لا يا كوكي، بس ممكن افكر معاكي. طيب بص انا هقولك حتة صغيرة منه، لو عرفتيه تبقي شاطرة خالص، وانت كمان يا توت لو عرفتيه تبقي شاطرة خالص. عارفين هو لقبه كاروز الديارة المصرية؟ ها انا عارفة، انا عرفته يا كوكي، انا عرفته. اقول قولي. ماري مرقس الرسول. شاطره يا كراميل، انت ممتازه خالص. شفتي يا توته؟ شفتي اهي صاحبتك اللي اول درس معانا طلعت حافظ. احفظي بقى انت معانا انت كمان. طيب انا هحفظ. طيب يلا بينا نبدا قصه ماري مرقس. ماري مرقس يا توته انت وكراميلا كان قاعد في مدينة اسمها القيروان، وكان بابا اسمه أرسطوبولوس ومامته اسمها ماريا. كانت مدينة القيروان دي من أحد الخمس مدن الغربية اللي هي مدينة ليبيا حاليا. وكمان ماري مرقس كان من عيلة غنية جدا، كان معهم فلوس كتير خالص، وام مريم برضو كان بتحب، يعني كانوا وثنيين وكانوا معودين ابنهم ماري مرقس على الطقس ان هما يكون حلو ويسمع الكلام، وعودوه كمان بالتربيه الحلوه. وكمان يا توتة انت وكراميلا هما كانوا بيحبوا ماري مرقس خالص، وكان ماري مرقس ده أتقن لغات كتير خالص.
يعني ايه اتقن يا كوكي؟ فهميني. اتقن يعني إيه؟ يعني حفظ لغات كتير خالص، يعني مثلا زي اللغة الانجليزية، زي اللغة الانجليزي لما مثلا بنقول هاي او هالو كده. فاهمة يا توتا؟ فاهمة يا كراميلا؟ فاهمة يا كوكي، شرحك جميل قوي، كملي يلا انا مبسوطة. ماشي انا هكمل. وكان بيتقن ثلاث لغات، اللغة اليونانية واللاتينية والعبرية. وكانت اللغات دول كان هو بيتكلم بيهم ساعات. وكمان القديس ماري مرقس كان ليه اسمين، اسم يهودي اللي هو يوحنا معناه الله حنان، واسم روماني وهو مرقس ومعناه مطرقة. يلا يا توتا انت مركزة؟ انا مركزة خالص. وانت مركزة يا كراميلا؟ ايوه يا كوكي انا مركزة للقصة الجميلة دي. طب الشاطر فيه كله يقول لي اسم يوحنا معناه ايه؟ اقول لك انا يا كوكي؟ قول. اسمه معناه اتنين، واحد عبري ومعناه يا كوكي ايه؟ الله حنان يعني يوحنا. والتاني يا كوكي انتي قلتي معناه مطرقة، صح؟ شاطرة. بس هو اسم يوحنا مش عبري، هو يهودي. تمام يا كراميلا؟ تمام يا كوكي انا هحفظ كويس. ماشي. واسم ماري مرقص اسم روماني، اسم ايه؟ روماني. شاطرة شاطرة، ركزي انت كمان يا توت. حاضر انا مركزة خالص اهو. طيب شاطرين. بعديها فترة يا اصحابي جيت ناس وحشة خالص وهجموا على املاك ماري مرقص وبابا ارسطوبولوس ومامته مريم وخدوا كل ما يملكوا. مين اللي هجم عليا توتة؟ اللي هجم عليه قبائل وخدت كل اللي معاهم. مين اللي هجم عليا كراميلا؟ انت قلتي يا كوكي ان اللي هجم عليهم قبائل وخدت كل حاجه معاهم، صح يا كوكي؟ صح. انت شاطره خالص، انت شاطره وممتاز. طيب. شكرا يا كوكي. طيب يلا نكمل. وفي اورشليم كان ليهم بيت، البيت ده في نفس الوقت اللي بابا يسوع بدا فيه خدمته. وماري مرقص كمان هناك اتعرف على السيد المسيح واصبح من تلاميذه اللي هو السبعين رسول اللي اختارهم الرب يسوع بنفسه. وكانت القديسة مريم أم ماري مرقص الرسول من النساء اللي كانت بتخدم الرب يسوع. مامته يسوع يا توتة كانت من النساء إيه؟ كانت من النساء اللي بتخدم الرب يسوع. شاطرة أنت مركزة أهو. يا كراميل بيته إيه ربنا عمل بدأ فيه إيه؟ بدأ فيه الخدمة شاطرة خالص، أنا مبسوطة منك قوي يا كراميل. شكرا يا كوكي. وكمان مامته أم القديس استضافت الرب يسوع في بيتها، وكان بيتها ده من البيوت المعروفة جدا في تاريخ المسيحية، لأنه فيه حصل أربع حاجات. حصل إيه بقى؟ حصل إيه بقى يا كوكي؟ قولي لي بقى الأربع حاجات دول عشان أنا عايزة أسمعهم بسرعة. حاضر انا هقولهم لك بسرعه خالص، بسرعه 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 بسرعه. حصل ان السيد المسيح اكل الفسح مع تلاميذه في العليه اللي هو الحجره العاليه في بيت ماري مرقص، ده اول حاجه. تاني حاجه السيد المسيح غسل ارجل التلاميذ يوم خميس العهد. ايوه انا فاكره ان المسيح غسل رجل التلاميذ دي، انا عارفاها. شاطره. طيب واسس كمان سر الافخارستيه
وكمان في نفس العلية كان بيجتمع التلاميذ بعد القيامة، وهناك ظهر الرب يسوع أكتر من مرة للتلاميذ وحل الروح القدس كمان عليهم هناك. حل الروح القدس كمان عليهم؟ حل الروح القدس كمان عليه. هيا كراميلا انت مركزة؟ ايوه يا كوكي طبعا مركزة. هو انا اسمع القصص الجميلة دي بتاعت ماري مرقس وبابا يسوع ومركزتي؟ طبعا مركزة. شاطرة شاطرة يا كراميلا. وكمان يا توتا انت وكراميلا اصبح بيت مامة ماري مرقس اللي هي القديسة مريم ام القديس ماري مرقس، اول كنيسة في تاريخ المسيحية في العالم كله. وفي اثناء ذلك كان القديس ماري مرقس كان بيتعلم ويعلم الناس التانية كمان، وكمان بيتعلم من رب يسوع اله المجد. وكمان كان القاب القديس ماري مرقس ثلاث ألقاب. مين الشاطر اللي يقولهم لي؟ هيا كراميلا عارفة؟ طب قوليهم كده يا كوكي فكريني بيهم. طيب أول واحد ناظر الإله، وكمان تاني واحد التلميذ الطاهر، وتالت واحد الرسول. هاي افتكرتيهم؟ أيوة يا كوكي افتكرتهم. شاطرة شاطرة يا كوكي، انت بتحفظي حاجات جميلة قوي. طب عارفة ايه أول معجزة ماري مرقس عملها؟ لا يا كوكي مش عارفة، قولي لي انتي. طيب انا هقول لك حتة منها ولو شاطرة اعرفيها. اول حتة لما كان هو وبابا ماشيين. يلا بقى انا سهلتها لك اهو. يا كوكي قصدك لما كانوا ماشيين في الصحراء وطلع عليهم الاسود. شاطرة شاطرة. طب ماري مرقس عمل ايه بقى لو شاطرة؟ يا كوكي هو عمل صلى لرب. شاطرة يا كراميل انت جميلة خالص ان انت عارفة المعجزة. يلا بينا نكمل. وتاني حاجة ان بعد حلول الروح القدس على التلاميذ بدأ ماري مرقس يكرس في اماكن كتير خالص، وكرس كمان مع القديس بطرس في اورشليم واليهودية. وكمان تالت حاجة ان هو كرس مع القديسين بولس وبرنابا في رحلتهم الاولى، وكمان كرس مع القديس برنابا لوحده في قبرص، وكمان القديس ماري مرقس راح لبولس الرسول لما بولس الرسول احتاج لمساعدته في الخدمة، وبدأ كمان الخدمة في القيروان لوحده، وكمان بشر في أماكن كتير وسنوات كتير، وكمان حصلت معجزات كتير على إيده، وكمان أمن أمن الناس كتير على يده لأن هو عمل لهم معجزات. وآخر حاجة إن هو بشر في أرض مصر. هو كان رايح مصر وراح مدينة الإسكندرية. المدينة الإسكندرية دي كانت مليانة بناس كتير خالص. تمام يا توتا؟ تمام يا كوكي كملي. تمام يا كراميلا؟ تمام يا كوكي انا معاكي وبحفظ معاكي. ماشي. مدينة الاسكندرية دي كانت مليانة بناس وثنية جيت كتير خالص، وكان هناك هو ماشي في الطريق حذاءه اتقطع الشبشب بتاعه، فراح للرجل الاسكافي. الاسكافي ده اللي هو كان بيصلح الأحذية زمان كان اسمه الإسكافي. الإسكافي ده كان اسمه إنيانوس. إنيانوس وهو بيصلح الحذاء لماري مرقس هو بيخيط، راح الإبرة داخلة في إيديه داخلة في صبعه، فإنيانوس قعد يقول إيسيوس إيسيوس إيسيوس. فبعديها قال كمان يا الله الواحد يا الله الواحد. وقتها استغرب القديس ماري مرقس وقال له مين الاله اللي انت بتنده له ده؟
قال له انا ما اعرفش، انا بندى عشان يشفين. فبعديها فضل القديس ماري مرقس يحكي له عن الرب يسوع. فضل يحكي له عن مين يا توتا؟ عن الرب يسوع يا كوك، انا مركزه صدقيني. طيب فضل يحكي له عن مين يا كراميلا؟ عن بابا يسوع. شاطره دي، ممتازه خالص. بس قبل ما يحكي له جاب تراب من على الارض ودف فيه وصلى فيه، وكمان حط التراب ده على صابع انيانوس، وبعديها انيانوس خف وامن وقال له احكي لي احكي لي احكي لي. ماري مرقس حكال وقام انيانوس وقال له تعالى معايا البيت، تعمدني انا وكل عيلته وعيلتي. فبعديها ماري مرقس راح للبيت بتاع انيانوس وعمد كل عيلته وكده، وهو كده انيانوس بقى من المسيحيين. ده اول واحد بقى مسيحي في الاسكندرية. وكمان ان بعد استشهاد القديس بولس الرسول رجع ماري مرقس كان راح للقديس بولس الرسول، ولما رجع لما راح لقى ان بولس الرسول مات، رجع ماري مرقس تاني للاسكندرية فلقى ناس كتير خالص مسيحي، ورسم انيانوس ده اول بطريرك على الكنيسة، او اول اسقف على الكنيسة في الاسكندرية، ورسم معاه كمان 7 شمامسة وتلاتة من الكهنة. رسم معاه كم واحد يا توت؟ رسم معاه تلاتة كهنة وسبعة شمامسة. شاطر. رسم معاه كم يا كراميلا؟ 7 شمامسة وتلاتة كهنة، صح يا كوكي؟ صح، انت شاطرة برضو، وتوتا شاطرة برضو. وبعديها لما راحت اسكندريه لقى ناس كتير قوي بتامن بالمسيحيه، وهناك عمل كنيسه في المنطقه الشرقيه من ناحيه الشرق كده من الاسكندريه، اللي عرفت باسم بوكليه، وكمان مكانها الكنيسه المرقسيه اللي هي حاليا. وكمان القديس ماري مرقس فضل يفتقد كل الناس، زي مثلا لما المس وتيجي تفتقدك في البيت وتقول لك انت عامله ايه كده، صح يا توتا؟ صح، انا كده عرفت. ماشي، صح يا كراميلا؟ صح يا كوكي، برافو عليك، انت شاطره قوي. ماشي، نكمل بقى. وبدا يبشر بقى في كل مدن مصر ويهتم بالتعليم المسيحي، وفي كل محافظة كان بيبشر فيه، وكمان بدأ يجذب الوثنيين. فبعديها الناس راحوا وقالوا لماري مرقس، قالوا له ايه؟ الوثنيين بيدوروا عليك وهيموتوك. ففي يوم عيد القيامة، ليلة عيد القيامة، هجم الوثنيين على ماري مرقس وخدوه وربطوه وجروه في شوارع اسكندرية كلها، وسائل دمه الطاهر في كل مكان، ووضعوه في السجن، حطوه في السجن. وبالليل ظهر ليه الرب يسوع وقواه ووعده ان هينول اكليل الشهادة. وكمان في اليوم الثاني الوثنيين عملوا تاني وجروه في شوارع اسكندرية كلها، وكمان استشهد في 30 برمودة سنة 68 ميلادية. ولما استشهد ان الوثنيين جابوا جسده وولعوه بالنار، النار دي كان عالية جدا، لكن ساعتها نزلت امطار كتير خالص وساعتها طفت النار. وكمان المؤمنين خدوا الجسد بتاع ماري مرقس وكفنوه بإكرام. وفي آية جميلة خالص لازم نحفظ، لازم تحفظيها يا توتا انت وكراميل، يلا قولوها معايا. ماشي يا كوك، احنا هنقولها معاك. هتقوليها معايا يا كراميلا؟ ايوه يا كوك، قولي وانا اقول وراك. ماشي، اول حاجة
وما سمعتم مني بشهود كثيرين وما سمعتم بي مني بشهود كثيرين شاطرين أودعه ناسا أمناء أودعه ناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعملوا آخرين أيضا يكونون أكفاء أن يعملوا آخرين أيضا تعالوا نقول الشاهد تيمساوس الثانية إصحاح 2 آية 2 تيمساوس الثانية إصحاح 2 آية 2 طيب تعالوا نقول من أهم أعمال ماري مرقس اللي عملها إيه بقى؟ ثلاث حاجات. أول حاجة أسس المدرسة اللاهوتية في الإسكندرية. المدرسة اللاهوتية دي أسسها عشان يشرح فيها الإيمان المسيحي، وكمان أسسها إن هو يعلم الفلاسفة والناس اللي هي المعروفة في إسكندرية كلها، وكمان جذب الوثنيين للإيمان المسيحي، وكمان بدأ يعمل خدمات للمدرسة المسيحية دي، وفضل يخرج منها علماء وفلاسفة وناس كتير. تاني حاجة ايه هي بقى؟ مين الشاطر اللي يقولها لي؟ عارفة يا توتا؟ انا عارفة دي وفاكراها. طيب قولي القداس الالهي. ايوه شاطر. طب القداس الالهي ده بيسموه ايه؟ بيسموه القداس الكرولوسي. بيسموه يا كراميلا؟ القداس الكرولوسي. شاطره خالص. طيب ليه عملوه باسم الكرولوسي؟ لان كان ساعتها كان وقت البابا كرولوس، فسموه ساعتها بالقداس الكرولوسي. طيب تالت حاجة عمل مين؟ عارفة يا كراميلا؟ لا يا كوكي قولي لي انت، انا مش عارفة. طب عارفة يا توتا؟ انا عارفة، ده حاجة كمان موجودة في الكتاب المقدس. طيب قولي وكمان في العهد الجديد. شاطرة يا في العهد الجديد. طيب اسمه ايه؟ انجيل متى. شاطرة اللي انت عرفتي. اسمه ايه يا كراميلا؟ انجيل متى. شاطرة. واللي هو اللي كتبه ماري مرقس، اللي بيعتبر من اقدم الكتب اللي اتكتبت في مصر، وكمان كان ليه خمس القاب. اول لقب ناظر الاله، لان الرب يسوع كان بيدخل لبيته، وكمان رأى ماري مرقس كتير من الأحداث اللي السيد المسيح عملها، وكمان لأنه اتعامل مع تلاميذ. وتاني حاجة الإنجيل، لأنه هو قام بكتابته في إنجيل مرقس. تالت حاجة كروز الطيارة المصرية، لأنه هو أول من قام بالكرازة في مصر بالمسيحية. رابع حاجة الرسول، لأن هو أحد السبعين رسول. وخامس حاجة ودي الأخيرة اللي هو الشاهد، لأنه سفر دمه سال من أجل السيد المسيح. طيب تعالوا نقول الأعياد بتاعته اللي بيستشهد فيها، اللي الكنيسة بتعيد بيه. أول عيد 30 برامودة، عيد استشهاد. تاني عيد 30 باب، اللي هو عيد تكريس كنيست، ظهور راسه وتكريس كنيست. وتالت عيد 17 بقونا تذكار عودة رفاته من روما للإسكندرية في عهد البابا كرولوس السادس. ودي قصتنا يا أصحابي، يا رب تكون عجبتكم، ويا رب تكون عجبت توتا وعجبت كراميل. عجبتك يا توتا؟ عجبتني خالص. عجبتك يا كراميلا؟ ايوه يا كوكي، جميله خالص. شكرا يا كوكي على المعلومات الجميله اللي احنا استفدناها منك. شكرا، وعقبال ما نيجي نسمع القصه المره الجايه. ماشي، انا اتمنى برضو ان انت تيجي المره الجايه. ودي قصتنا يا اصحابي.